وثيقة ثقافية ومرجعاً فنياً وأدبياً يربط بين السيرة الذاتية وبين تاريخ الوطن، لأنه يتناول بدايات صناعة المسرح والسينما وجميع القنوات الفنية، ويربط كفاح الرواد المبدعين الأوائل وإسهاماتهم الفنية في صناعة القوة الناعمة لوطننا الغالي. أنا وهو كنا زملاء في المسرح القومي، اشتغلنا مع بعض مسرحيات، اشتغلنا مع بعض مسلسلات في التلفزيون، كنا أسرة، يعني كنا في المسرح أسرة مع بعض. هو شخصية رائعة وجميلة على مستوى الزميل والصديق، لكن شخصية فذة وقامة عالية جدا كفنان. الأستاذ حسين رياض لازم يتكتب عليه 1000 كتاب، لأن فنان كان كامل من كل ناحية، وكان قدير في كل مجال فني، وأنا عملت معاه عدد كبير من الأفلام، وكان بيعتبرني كبنته وكنت بعتبره كوالد. هو كان إنسان طيب جدا، وإنسان وشه مريح وقيمة وقامة حقيقة، يعني يشرف أي حد، يعني احنا مسمينه أبو الفنانين. يعني أنا بشعر بالسعادة إن فناننا الكبار التاريخ اللي علمونا، اللي اتعلمنا على أيديهم الفن والانضباط والأخلاق وكل حاجة، إن ييجوا بعد السنوات دي يتعمل كتاب عنه، فده شيء أكثر من رائع.